تخيل معايا بعد ما كانت برشلونه في الام اس ان دابا غادي تولي فيها الام جي بي، الام جي بي او الام جي بي اللي فيها دي عفوا دي جي بي اللي فيها ديم بيلي وغريزمان وبريتويت. يعني تخيل معايا ثلاثه غيوليو متلات البارح سجلوا ثلاثه ومباراه شوط اول خرافي. بس عارفوا عشقنا لبرشلونة ان شاهدنا ذاك المباراه في حين ان كانت مباراه مدعكه، مباراه دمار بين مانشستر وباريس سان جيرمان، تخللها اخرها ان نيمار يعني خلى المجموعه تولي معقده. يعني الشطر الاول مجموعه ريال معقده مع شختار ومع مونشنغلادباخ مع الانتر، هذه المجموعه مع مانشستر مع لايبزيغ مع باريس سان جيرمان معقده يعني بثلاثه ومتسعة نقط، يعني الجنون الكروي بكل صراحه. يختمها لك نيمار في اخر مباراه يقول لك اني كنتمنى غنلعب مع ميسي، واذا تضرت الامور انه يلعب بلاصتي في المكان ديالي غنخليه يلعب في المكان تاعي، وهذا الشيء غيتحقق الموسم المقبل. ما هذا التصريح يا نيمار؟ ما هذا التصريح؟ هل ستلعبون في باريس سان جيرمان او برشلونه؟ كل الجماهير تترقب هذا التصريح وتريد ان تحلله وتفسره. هل سيلعبون في باريس سان جيرمان او في برشلونه؟ واحد من الاثنين لا ثالث لهما فقط، هذا ام هذا؟ فين يا نيمار تقصد فين؟ يلا نبداو شنو وقع البارح في مباريات الشطر الثاني من تشامبيونز ليغ. يلا نبداو. السلام الدراري، مرحبا بكم، اهلا بكم جميعا في هذه الحلقه الثانيه من كره الابطال اللي غنهضروا فيها اليوم على المباريات اللي تلعبات ليله الاربعاء. شاهدنا فيها برشلونه مع فرانس باروشي، المباراه 3-0. شفنا الشوط الاول يعني اداء الاروع، ما يمكنش لك توقع اداء اكثر من هذاك، في حين انك كتشوف البارسا لعب ب 4-2-3-1 المعهوده، كيدخل لها برايتويت اللي بدا كيسجل على التوالي، يعني ثلاث المباريات سجل، غريزمان ايضا سجل ثلاث المباريات على التوالي. مباراه شفنا فيها يعني لعب بيانيتش اليوم مع بوسكيت، شفنا ان بيانيتش قدم شوط اول وحتى ملعب لعب 90 دقيقه وقدم شوط اول وثاني زوين جدا، كانت بعض يعني تاخير في الباس او تقطق لبعض الشيء منه، ولكن على العموم قدم مباراه كبيره، في حين ان بوسكيت البارح بين لك انه مازال ماشي بوسكيتس اللي كان، في حين ان دخل ديونغ في الشوط الثاني الوسط ولا منعش، الوسط ولا زوين، دخل ديونغ لعب معاه واحد جويك شفنا التحرك، ودخل الينيا ورجع ديونغ الدفاع شفنا ايضا الينيا مع بياني تحركوا الوسط. ما فهمتش انا، ما فهمتش كومان يعني لحد الان كيبصم على مستوى واعر، وداك الصبر اللي صبرنا عليه في الاولى هما التيمار تاعو بداو، ولكن باقي بعد العلامات استفهام، ما يمكنش لك تطلب منه كلشي، هو لا زال يصلح 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 لحد الان. هذه النقطه اللي وصل لها في الاصلاح راه واعر اخوتي واعر، وكتخلينا نتفائلوا وصلت بين الدرجه اللي كنقولوا عطونا الباير دابا، عطونا الباير مع بريتويت ومع ابو فاطمه اللي هو بيانيتش ومع غريزمان اللي عاد داك الرقصات، وهدف اسطوري بالكعب وبين ملعوب ذلك الهدف. انا اللي عجبني البارح في الشوط البارسا البارح، حنا البارسا كانت مثاليه في الشوط الاول بدون ميسي، يعني لدرجه انه ديمبيلي لعب في جهه اليسار ولعب مع جوردي البا بواحد الطريقه واعره، يعني الاولى عطاها ليه ديمبيلي حطها جوردي البا، يعني واحد الثنائيه لعبوها زوينه راه شتوها، جوردي البا حط لغريزمان هدف بالكوبري بالكعب بين اقدام الحارس واعر، يجيك ديمبيلي بنفس الطريقه يحطها ليك جوردي البا يلعب ديمبيلي راوغي 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 يحط البريتويت هدف مجنون، يجيك ديمبيلي يعطي ضربه جزاء يصيدها بريتويت من مجهود يعني يشكر له انه تقدم، وهذا اللاعب ما فهمتش بصح راه كي فاش كيجري كيستلم الكره وهذه كيبان لك راه ديك الصلعه كتقول راني بصح رونالدو الظاهره خوتي، ولكن كيجي متى الاخر كيف ضعصها بحال ضربه جزاء تاخر كون سددها. تخيل معايا كون ما لمسوش المدافع، يعني كان هذا خصو يسجلوا اولا قبل ما ينتظر ضربه جزاء، وكانت لقطه قبل منه واحد الانفراد ضيعوا ما فهمتش كيفاش ضيعوا، يعني لوحده بريتويت يعني اربعه او ثلاثه فرص محققه للتسجيل، جاء منهم هدف وصيد منهم ضربه جزاء، يعني مجهود واعر في الشوط الاول. شفنا نجم المقابله بدون منازع ديمبيلي، شفنا انه في الشوط الثاني القائد تغير ثلاثه المرات من عند بوسكيتس لعند لونغلي لعند ديمبيلي، شفنا ديمبيلي خدا في الشوط الثاني ولعب راس حربه، وشفنا كيف انه في الشوط الثاني ديمبيلي واحد جوج كرات تفنن كيراوغ الملعب كامل وكيضيعها، كيراوغ الملعب كامل وكيضيعها، واحد التسديده تصدى للحارس، ديمبيلي في راس حربه البارح في الشوط الثاني ابهر ايضا. يعني تخيل معي انك في هذه الخطه من الثمار تاع المباراه البارحه، لانهم كلهم سجلوا الاستمراري تاع ديمبيلي وتاع برايتويت وتاع غريزمان وجوردي البا المستر اسيست اللي دائما يعطي الاسيست، وديست اللي البارح ابهر اكثر لاعب يعني ركض في الملعب وكيقطع دفاعيا هجوميا، وذلك امينغويزا ارتكب بعض الاخطاء، ولكن على العموم مباراه يعني لم يكن فيها هو نجم المباراه، ولكن لم يسجل عليه هدف، اعطى بعض الاخطاء هو لونغلي، ولكن ليست تلك الاخطاء الكارثيه التي كان يفعلها بيكي.
العيوب البارحه يا بوسكيتس قلت لك الثمار عندك جوردي ألبا الاستمرار في الاسيست ديمبيلي غريزمان بريتويت الاستمرار على نفس المستوى التصاعدي واثبات جودتهما في غياب ميسي عندك ترينكاو اللي بكل صراحه هو تاسف لي البارح ما لعبش ما دخلش في هذه المنظومه الجماعيه اللي بدا كيسمع غريزمان مع ديمبيلي مع بريتويت لاني كنشوفو كيراوغ كيدريب لي هادي وكتقطع ولا كيلعب داك اللعب الانفراد وشحال الانفراد تحط لي يعني في الشوط الثاني حط لي لا ديست لا بيانيتش لا حتى اليني اللي دخل وضيعها ولعب ريكي بوتش ايضا الثمار ديالو لعب البارحه في انه يلعب رقم 10 البارح شفنا وراء المهاجم اللي كان ديمبيلي وشفنا كيف انه قطع الكره وحط لديمبيلي هدف محقق الرابع وما ديمبيلي ما فهمتش تلك الرعونه في ان يضعها في الشباك ما فهمتش علاش ديمبيلي دائما ديمبيلي في الهدف الرابع كيتمسكن وقعت في ليفربول في الكامب نو وقعت اليوم ما فهمتش علاش ديمبيلي ما فهمتش ثمار كثيره خودي ثمار بزاف علاش غادي نهضروا علاش غادي نهضروا حتى التغييرات اللي دخلوا اليني قدمك مستوى زوين عندك ريكي بوتش قدم مستوى زوين عندك من ايضا دخل دخل فيربو ايضا هذه النقطه العلامات السلبيه الاخرى لان مستوى جوردي البا كتقارنوا مع فيربو تيبان لك فرق كبير وفرق شاسع وقلنا لهاد كومان باقي خاص ظاهر يسار تغيير لي البا لان مستوى البا فريت معالي ليفل عالي وجو فيربو ما يمكنش تعوضه في حين ان ديست كيعوض سيرجيو روبرتو واخا روبرتو سيء ولكن ديست كيعوضه باحسن منه كاع ديون كيعوض ليون لونغلي للدفاع احسن منه كاع يعني هذا الشيء اللي بينه بكل صراحه يعني بعوده ميسي واليوفي البارحه فازت 3-0 على دينامو كريستيانو 750 وقال لي مهيا بينا للهدف 800 وقال يعني 10 اهداف ليحقق اكثر هداف في التاريخ البارحه الارقام تحطم اخوتي 3-0 والصداره يعني بينهما في المباراه النهائيه اذا اليوفي فازت على البرسا بثلاثه يعني غتخلي ديك المباراه قيمه بين رونالدو وميسي يعني باش تلعب تعب الصداره باش تواجه في الدور 16 فريق سهل يعني مباراه غيكون عندها واحد الطعم يعني عندها قيمه هي هذه اليوفي قلنا فازوا 3-0 بهدف مقشرات لكريستيانو رونالدو كان غيسجلها موراتا ولكن كريستيانو ذكرها في حين ان في المباراه الاخرى اللي كانت مدعكه صراحه بين مانشستر وباريس سان جيرمان شفنا ان في يعني في الانجليز وهذاك المباراه هي اللي عقدت تخيل معي لو ان مانشستر يونايتد فازت على باريس سان جيرمان 90% باريس سان جيرمان ستودع لماذا لان كانت غادي تفوت لايبزيغ بثلاثه نقاط ولايبزيغ افضل منها في التصنيف ولايبزيغ ما عندهاش المباراه مع ما عندهاش المباراه مع باريس سان جيرمان باش غتفوز عليها وتاهل عندها المباراه مع مانشستر يعني ولكن الانتصار خلاهم بثلاثه نفس النقاط وافضليه لباريس سان جيرمان لان مباراتها سهله مع الفريق الاخر في حين ان المباراه اللي غتكون مصيريه للتاهل هي لايبزيغ مع مانشستر شفنا ان نيمار فتح احنا مباراه بكري هدف قاتل راشفورد جابت الاخر نفس اللاعب اللي كيقتل بيرسونز عادهم في المقابله بدا الشوط الثاني دقيقه 57 ربما ومباراه حماسيه وهجمات خطيره من باريس سان جيرمان ماركينيوس كيضرب الثاني كيجيك نيمار القاتله وماشي هذه القاتله اللي كانت قاتله اكثر هو التصريح تاعو بعد المباراه اخوتي وسمعت هذاك التصريح اخوتي كيضرب به بواحد الثقه انا اللي عجبني في هذاك التصريح هو ان نيمار ماشي كيهضر كتصريحات يعني اللي كيكون غير كيدوي او عبطيين او لا وكيضرب واحد الثقه يعني كيبين بحال هذا اللاعب خلاص ميسي وقع مع باريس او نيمار وقع مع برشلونه يعني كيضرب واحد الثقه وواحد القناعه كبيره ان هذاك الشيء راه محقق العام المقبل قال لك اني انا سالعب مع ميسي اتمنى ان العب معه حتى اذا ما كانوا يعني طلب المكان تاعي غنخليه يلعب وهذا الشيء غيتحقق الموسم المقبل وخلانا نشكو ونطرحوا مجموعه من التساؤلات ونفكروا في شي حوايج اللي ما فهمناهمش واش نيمار غادي يرجع لبرشلونه مع الرئيس الجديد اللي غادي يكون في برشلونه واش ميسي مع العقد الحر تاعو اللي في يناير غادي يوقع مع باريس سان جيرمان او وقع معاهم وغادي يلعب مع نيمار في باريس سان جيرمان وغادي يطلب المكان تاع نيمار خلانا مدهولين صراحه اخر حاجه كنا كنتوقعوا مباراه زوينه وجاب نيمار تالخر وخلاها زوينه بزاف يعني رسميا حنا نتوقعوا ميسي غيلعب مع نيمار هنا فين غادي نبقاو نمرضوا واش باريس سان جيرمان يعني تخيل معايا فرقه ميسي كيكرهها وما نقولش كيكرهها برشلونه كيكرههم لانهم خطفوا نيمار واش ميسي غتوصل به الدرجه لهاد الغل انه غيمشي للمنافس المباشر ديال برشلونه اللي كيسرق المواهب تاع برشلونه عندك نيمار عندك داك سيمونز ذلك اللاعب شعرون كريبي الكيرلي بزاف ديال الاحتمالات واش نيمار خلاص غادي يرجع يعني ما غيجددش مع باريس وباريس غيوافقوا على الصفقه مع برشلونه واش غيمشيو بجوج من شي فريق يعني السيتي مثلا غادي يشريهم بجوج اتفقوا مع ميسي مع نيمار غيشريهم بجوج الموسم المقبل هذا احتمال زدتو من عندي ثالث ما عرفناش في حين انهم مشوا لمباراه اخرى خوتي اللي كانت تاع تشيلسي مع اشبيليا شفنا نصيري والادريسي بداو يعني المغاربه شفنا حتى الحداد هذه وراكيتيتش وهذه مباراه زوينه لعبوا كاع اللي بغينا
ولكن في تشيلسي زياش ما بداش، زياش ما بداش، ولامبارد ما فهمتش علاش. واش هذه المباراه كيعتبرها يعني ماشي مباراه مصيريه، واش كيعتبرها ثانويه؟ شفنا انه بدا بجيرو، بدا بشي لاعبين جداد فيهم بوليزيتش في مادي، ولكن زياش ما كاينش، زياش ما كاينش. ولكن لامبارد يحترم، يعني انك تفوز على اشبيليه ب 4-0 4-4-4 ويسجل لك اكبر لاعب عندك التشكيله اللي هو جيرو، ويدخل التاريخ اكبر لاعب في تشيلسي سجل سوبر هاتريك في ابطال اوروبا، راه بزاف يعني. وسجل لك باليمين اليسرى ضربه جزاء الراس، ما بقى والو، ما بقى والو. جيرو دير الكره ونجم المباراه، يعني انا ظنيت غادي يكون نجم الجوله صراحه، غادي يكون نجم الجوله، يا هو يا نيمار يا ديمبيل، لان ديمبيل البارح نجم المباراه في برشلونه. ولكن غنشوفوا هذا الشيء كامل، غنشوفوا هذا الشيء كامل، ومنها غادي نعرفوا واش تشيلسي غادي هذا العام غادي تلعب على البطوله والتشامبيونز ليغ، لان بكل صراحه عندهم فرقه زوينه. وانك تربح اشبيليه اللي غتلعب مع الريال في البطوله، واشبيليه في البطوله كتولي سوبر ستار، كتولي خياليين، تفوز على تشيلسي بالتشكيله وبالاحتياطي تاع تشيلسي وبغياب زياش وبغياب مجموعه ديال اللاعبين، فراه هادشي كيخلع كيخلع مع لامبارد، وكيوتر الفرق الانجليزيه، وكيوتر حتى الابطال هاد العام. ما عرف البارح هي كرويه زوينه صراحه، استمتعنا بها بزاف بزاف بزاف، في انتظار اخر مباراه في الابطال في المجموعات باش نشوفوا الادوار الحلوه، هي الادوار الاقصائيه 16 ربع النصف لافينا، هادشي اللي بغينا. ولحد انا غادي المتعه اخوتي، جوج مجموعات يعني مجموعه لباريس ومجموعه الريال راه دمار في اخر جولات، ولكن مجموعات اخرين حسيمو، وايضا البارسا واليوفي مازال ما تحسمتش شكون الاول، وغتكون مباراه عندها قيمه وغننتظروها وغنشاهدوها، لان البارسا هي عشق الكره اخوتي. السلام عليكم.